لم تكن الأجواء الأمنية والقمع المستمر في البحرين مانعا للاحتفاء بمواليد أبطال كربلاء، بل كانت تلك الأجواء حافزا ومشجعا للتزود من سيرتهم والتعالي على الجراح بإظهار الفرح في مناسبات مواليدهم. يعلو اسم الحسين وترتفع شعاراته في الأهازيج الشعبية، وترتسم بطولات أبي الفضل ليثبت أقدام الثوار ويلهمهم مزيدا من الإقدام، ويقتفي الثوار درب زين العابدين في إعلاء كلمة الحق والجهر بها أمام الطاغية والتمسك بتعاليم العقيدة واللجوء والاستغاثة بالسماء وعدم التعويل على قوى الأرض. هكذا كانت الأجواء خلال الليالي الماضية، وهذه ابنة الشهيد عبد العزيز العبار الذي مر أكثر من 48 يوما على احتجاز السلطات جثمانه بعد قتله، لكن عائلته وابنته شامخة أبت إلا أن تشارك بهجة المولد وتتحلى بصمود وشموخ زينبي. فلا تجد إلا الهم الوطني والشعارات الثورية حاضرة في الجلوات والأهازيج الشعبية، وقد أضحى شعار يسقط حمد الأبرز بينها، حيث يرده البحرانيون بمختلف أعمارهم وفي مختلف ظروفهم في الأفراح والأتراح. داخل صدور الناس، الناس تهتف يسقط حمد من كل وجدانها، يسقط حمد من كل شعورها، يسقط حمد مقتنعة ومتطلعة ومؤمنة ومنتظرة إلى هذا الوعد، ومنتظرة إلى أن يتحقق مثل هذا الحلم. يسقط حمد.